جدل كده على مواقع التواصل الاجتماعي عن فنانتنا الكبيرة عبلة كامل، هل اعتزلت الفن؟ هل لم تعتزل؟ أنا من أحد يعني معجبيها الكبار واللي بتابع أعمالها بشغف. عبلة كامل فنانة كبيرة وقديرة، ملكة التلقائية زي اللقب اللي أطلق عليها من قبل النقاد الفنيين. احنا بنحتفي في المصرف فندي بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، سواء كانت ستعود مجددا إلى البلاتوهات أو هتعتزل الفن، لكن بنحتفي بيها. نشوف هذا التقرير اللي عدناه عن عبلة كامل ونطلع بعد الفاصل. هي ملكة التلقائية والبساطة في الوسط الفني، أدوارها تراجيدية قبل الكوميدية، حفرت شخصيات لا تنسى في ذاكرة محبيها. برضه أشوفها وأشوف أصلها وفصلها قبل ما أحط معاك منطق. لما ندخل مش عايزين نحنحة، يبقى سيبنا نتكلم، مش عايزينهم ياكلونا. قلبي عندك يا ضنايا، اسم الله يا أختي افتحي يا نور. ملقتش شاي، جبت شربات. حسك عينك تمد ايدك يمتي، انا بقول لك اهو. بدأت أعمالها الفنية منتصف ثمانينيات القرن الماضي من مسرح الطليعة، ثم عرفها الجمهور في مسرحية وجهة نظر مع الفنان محمد صبحي. ثم شاركت بأدوار هامة في روائع الدراما المصرية مثل ليالي الحلمية، حديث الصباح والمساء، وهوانم جاردن سيتي، إلى أن بلغت مدى الشهرة بدور فاطمة كشري مع الراحل نور الشريف. أنت فاطمة؟ هما بيطلعوا إمتى؟ عدم المؤاخذة، أنت فاطمة؟ عايزة إيه؟ قولي لفاطمة الحاج سردينة عايز طبق كشري. طبق كشري الحاج سردينة يا ساي. في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي لم تغب عبلة كامل عن السينما، وقدمت أفلاماً عدة أهمها اليوم السادس وسواء الهانم واللمبي وخلت فرنسا وبلطية العيمة وأخيراً الكبار عام 2010. أتقنت عبلة كامل اللون الصعيدي خاصة بعد أن قررت ارتداء الحجاب، وقدمت دور الحجة نصرة في مسلسل سلسال الدم، بخلاف مسلسلات حق مشروع وامرأة من زمن الحب وأفراح إبليس. تزوجت عبلة كامل المقلة في الظهور الإعلامي مرتين، الأولى من المخرج والممثل أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتين زينب وفاطمة، وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان الراحل محمود الجندي، لكنهما انفصلا في عام 2005. ومؤخراً صارت تساؤلات بين تأكيد غير حاسم ونفي غير قاطع حول نيتها الاعتزال والابتعاد عن المجتمع الفني، وهل هو قرار تلقائي لملكة التلقائية أو مجرد زوبعة في فنجان؟ أنت اتجهتي للتمثيل إزاي يعني؟ هو يعني لما كنت في الجامعة كان في مسابقات بتتعمل، مسابقات المسرح الجماعي، فكنا مفروض إن إحنا يعني بنشتغل فيها، فكنت باخد مركز أول. مسألة الموهبة دي أنا ما أقدرش أتكلم فيها، يعني مش أنا اللي أقول إذا كان في موهبة ولا لأ يعني.